أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، وهذه التغطية الإخبارية. وبالتأكيد أن الخبر الأبرز في هذه الآونة هو العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، لأن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم طردت 35 دبلوماسيا روسيا وأغلقت مجمعين روسيين في نيويورك وماريلاند ردا على حملة القرصنة واسعة النطاق التي استهدفت التدخل في الانتخابات الرئاسية الماضية. ذكرت الخارجية الروسية أن العقوبات الأمريكية الجديدة غير بناءة وستضر بتحسين العلاقات الثنائية بين البلدين. أصدر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمرا رئاسيا يتضمن قائمة من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا ردا على حملة القرصنة واسعة النطاق والتي استهدفت التدخل في الانتخابات الرئاسية الماضية. استند الأمر الرئاسي التنفيذي إلى قرار مماثل عام 2015 والذي منح الرئيس سلطة فرض عقوبات ضد الجهات الخارجية التي تنفذ هجمات إلكترونية ضد الولايات المتحدة. يسمح الأمر التنفيذي لوزارة الخزانة بتجميد أصول الأفراد أو الكيانات التي استخدمت في تدمير البنية التحتية الإلكترونية للولايات المتحدة أو الانخراط في التجسس الاقتصادي. ذكر بيان للبيت الأبيض أن العقوبات لن تتوقف وأن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات أخرى غير معلنة لمعاقبة روسيا على استهدافها للمنظومة السياسية للولايات المتحدة في خرق للأعراف الدبلوماسية والأطر الدولية الحاكمة للعلاقات بين الدول. أمهلت الولايات المتحدة الدبلوماسيين الروس 72 ساعة لمغادرة البلاد، حيث سيمنعون من دخول المجمعين بدءا من ظهر الجمعة. للمزيد من التحليل حول هذا الأمر ينضم إلينا الآن الكاتب الصحفي عزة إبراهيم. مساء الخير يا فندم. أهلا، مساء الخير. أهلا بحضرتك. تعليق حضرتك على بداية، لماذا الآن خروج هذه المعلومات وهذه العقوبات وهذه الإجراءات؟ أنا أعتقد أن التحليلات الأمريكية مستمرة منذ أسابيع بعد الانتخابات الرئاسية. إدارة أوباما أعتقد أنها فتحت عدد من الملفات، منها عملية السلام في الشرق الأوسط، العلاقات مع روسيا، ولم يتبقى الرئيس أوباما أكثر من 3 أسابيع في السلطة. هو يريد، ربما تريد الإدارة أن توجه صفعة لمن حاولوا التنكيل في السياسة الأمريكية في الفترة الماضية، خاصة اليوم هناك هجوم من جانب رجب طيب أردوغان الذي كان متحالفا مع الولايات المتحدة في ما حدث في سوريا ومواجهة دعم المعارضة السورية في مواجهة السلطة. وبالتالي اليوم كان هناك هجوم من أردوغان على الولايات المتحدة نفسها، وقال بصريح العبارة أن الولايات المتحدة تدعم الإرهاب، تدعم منظمات إرهابية، وأراد ودعا حلف الأطلنطي والدول الغربية إلى تحديد مواقفها. في الوقت نفسه تم توقيع الاتفاق الخاص بوقف إطلاق النار، توصل لوقف إطلاق النار في سوريا. أعتقد أنه مجموعة من المؤشرات بتدل على حالة من التوتر داخل الإدارة الأمريكية إزاء هذه التطورات. هناك نعم، لكن من المؤكد أستاذ عزت أن الملف كان جاهزا بالفعل، يعني لم تخرج هذه المعلومات اليوم نتيجة أو ردا على هذه التصريحات. من المؤكد أن هذه المعلومات كانت موجودة. لا أقول أنه رد، ولكن أقول أنه الإدارة الأمريكية منذ عدة أسابيع أو بعد الانتخابات وهي تشعر بأنها ضرورة أن تحجم الدور الروسي عالميا وأن تحقق في المزاعم التي أثيرت في هذه الفترة. اليوم صدر القرارات في طرد الدبلوماسيين وأيضا إغلاق مجمعين روسيين في الولايات المتحدة. هناك كلام عن ما كانوا يستخدموا في أغراض التجسس وأغراض متعلقة بأنشطة الاستخباراتية. أعتقد أنه هناك نشاط كبير للروس داخل الولايات المتحدة. تعلمي أنه حتى الماكينة الإعلامية الروسية ناجحة داخل الولايات المتحدة زي قناة روسيا اليوم، فبالتالي هناك كثير من اللغط حوالين قدرة روسيا على اختراق الداخل الأمريكي بطرق مختلفة. النشاط الإلكتروني أعتقد الروس متفوقين إلى حد كبير في عمليات القرصنة وغيره، وبالتالي كانت الخطوة الأمريكية قبل مغادرة الرئيس أوباما للسلطة طبيعية في هذا التوقيت. نعم، لكن إلى أي مدى تتوقع أن يحجم هذا الإجراء الدور الروسي بشكل عالمي؟ أم أنك تتحدث عن الدور الروسي داخل الولايات المتحدة الأمريكية فقط؟ لا، أنا أعتقد أنه بعد 20 يناير هناك معادلة أخرى ستبدأ عملية محاولة التقريب بين
الإدارة الأمريكية الجديدة وبين الكريملين. بالفعل هناك ترحيب روسي بدور سيقوم به مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق كيسنجر. كانت هناك بيانات ترحيب بأن الرجل سوف يبدأ لعب دور في التقريب بين موسكو وواشنطن في عهد دونالد ترامب. وبالتالي هناك في الكواليس ربما تكون هناك أشياء مختلفة عما يجري اليوم في إدارة أوباما. هذه الأمور أعتقد أنها ستتضح، ولكن بعد تسلم ترامب للسلطة. أستاذ عزت، كون أن البيان أيضا يخرج من قبل الإدارة الأمريكية بنوع من أنواع التفصيل عن عدد من كانوا يعملون في المخابرات وهم روس، وأيضا يتم توجيه الطرد لهم وما شابه، هل معنى ذلك أيضا أنه بمثابة كشف الغطاء عن المخابرات الروسية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تقول لروسيا أنا أعرف من يعمل لدى المخابرات لديك عندي، أنا أعرف من يعمل في هذا المجال عندي وما شابه؟ أنا أعتقد أن العمليات المتبادلة بين القوى الكبرى في شأن العمليات الاستخباراتية الرد المتبادل في هذه الامور اعتقد انها مسائل طبيعيه منذ ايام الحرب البارده. وروسيا والولايات المتحده تنتهج هذا النهج في التعامل الرد الفوري. قبل قليل روسيا اعلنت انها سوف تقوم سترد على العقوبات الامريكيه برد مناسب. لفت نظري انه الكلام اللي يعني اللي جه في البيان الامريكي واللي قالت فيه انه ما حدث هو مضايقات عدوانيه للمسؤولين الامريكيين والعمليات الالكترونيه. اعتقد الجمله دي جمله غامضه. المضايقات يبدو ان الولايات المتحده لا تملك ادله كافيه على عمليات القرصنه الالكترونيه من هذا النوع ومحاوله التاثير على نتيجه الانتخابات. الاداره الامريكيه نفسها اعترفت بعد الانتخابات بسلامه الانتخابات وانه لم يحدث ما يعكر صفو الانتخابات. فبالتالي نحن نتحدث عن اشياء ربما ترتبط ب أنشطة استخباراتية على مستوى وما جاء في الأذهان أيضا فيما يتعلق بالعملية الانتخابية تحديدا أن الإدارة الأمريكية كانت متدخلة بشكل واضح لدعم هيلاري كلينتون، فما نوع التدخل الذي تذكره فيما يتعلق بالشأن الروسي؟ أنا أعتقد أن دي مسألة تدخل الإدارة الأمريكية لصالح هيلاري. كانت المسألة داخلة في نطاق المشهد التقليدي بيحدث في الانتخابات الأمريكية وهو انحياز الرئيس الموجود في السلطة وإدارته للرئيس القادم من نفس الحزب الذي ينتمي اليه. ده امر طبيعي، تقليد امريكي ربما مش موجود في دول كتير لكن معمول به في الولايات المتحده ومقبول على مستوى الراي العام. مسألة التدخل الخارجي ربما تكون المره الاولى اللي بتعلن عنها بهذا الشكل، ربما بطبيعه التحالفات التي بناها ترامب اثناء عمله في البيزنس مع رجال اعمال روس ومسؤولين روس. اليوم لديه في الاداره فريق متنافر، بعضهم ضد تدخلات روسيا في القوقاز وفي مناطق النفوذ الامريكيه والغربيه. هناك ايضا فريق موالي لتحسين العلاقات مع روسيا. فبالتالي نحن امام مشهد ربما تشهدي فرق متناقضه او فريقين متناقضين بيلعبوا على اساس انه التقريب وفريق اخر بيلعب على اساس تحجيم روسيا. بالتالي المشهد اعتقد انه مساله استدعاء هنري كيسنجر مثلا محاوله تقريب وجهات النظر او تقريب السياسات بين موسكو وواشنطن اعتقد مساله مهمه. نعم، الكاتب الصحفي عزت ابراهيم، شكرا جزيلا لك على هذه المداخله. بالتاكيد.